نكمل كلامنا عن الأيام السودة والمهببة اللي جاية. نتكلم عن الفحم. نحب نقول لكل المشككين اللي بيقولوا إن استخدام الفحم لتوليد الكهرباء هيلوث مصر أو هيقلب حياتنا جحيم، أقول لهم لا ونو ونيفر. أنتم مش عارفين فايتكم إيه. في محطات حوالي 30 محطة كهرباء في وادي تينيسي، منها محطة كهرباء في بلد سياحي اسمه بارادايز. بارادايز يعني الجنة. أنا على باب الجنة أدخل ولا استنى. اسمها بارادايز الجنة. بارادايز. طب إيه اللي جابك من هناك؟ ما تخليك في بارادايزك. وبعدين يعني ما تيجي دغري بقى قول بقى ان انت عايز بقى تشغل الفحم بقى نموت احنا ونخش البارادايز ونخلص من ام العيشه اللي احنا عايشينها ديت. عايز تموتنا قول لي. اعذرني لتشاؤمي بس بصراحه حضرتك في ناس كتير بتقول ان الفحم ده هيموتنا. اصل شائع دلوقتي في وسائل الاعلام ان الفحم هيموت الناس وهيأذي الصحه والكلام ده ومضر بالبيئه، فاوعوا حد يقول ان هو هيحمي البيئه اكتر مننا. احنا اكتر ناس اشتغلنا في حمايه البيئه فبلاش حد يزايد. يعني انت بتدافع عن الفحم ولا عن البيئه ولا انت واقف جم مشترك ولا ايه بالظبط يعني؟ وبعدين يعني انت حد برضه يقدر يزايد عليك يعني؟ ده انت جاي من بارادايس. مين ده اللي يقدر يفهم اكتر منك في البيئه غير وزيره البيئه؟ ما بتديش موافقة على استخدام الفحم، بيأثر على المصريين وصحتهم وتخلفهم. هترتب أمراض في المخ، تخلف من الرصاص وإحنا مش ناقصين. لا يا فندم، لا لا لا، مش ناقصين إيه يعني؟ البحر يحب الزيادة. فحم رصاص زنيخ بلا أزق، ده احنا بنجري ورا عربية الرش يا مدام. يعني احنا الفحم ده بالنسبة لنا هيبقى ابيتايزر. يعني وكمان انا مش شايف ايه وزيرة البيئة اللي شايفة شغلها دي، اما تخليكي زي وزير الكهرباء عادي. مش شايف حاجة في الضلمة، مفيش مشكلة. ما فاضلش بقى الا وزيرة البيئة هي كمان بقى اللي تتكلم على البيئة، فين التخصصات؟ طب ما تيجوا نسمع من طرف محايد، نشوف التلفزيون بيقول ايه. هو بيساند الحكومة على طول، اكيد التلفزيون بيساند وزيرة البيئة. ولكن لقينا ان سيدة وزيرة البيئة يعني حتى العودة في المنشار. يعني المصريين هيموتوا من الفحم، وناس تانية بيقول لك هيموتوا من الحر. ألا نعلم جميعا ان الضرورات تبيح المحظورات. حابين تموتوا بأني حاجة؟ تموتوا من قلة الكهرباء ولا من زيادة الفحم؟ لازم نعمل محطات بالفحم، لازم نبتدي نفكر بره صندوق. الفحم تفكير بره صندوق؟ يا فندم الفحم هو اللي هيدخلنا جوه الصندوق. وكمان يعني هو ينموت من الحر ينموت من الفحم، ما ينفعش نعيش بس. هو نادر، هو انتم متراهنين علينا ولا ايه؟ يعني طب ما فيش اعلامي كده فارس وقف مع البيئه وقال لا؟ ما فيش كده اعلامي وقف مع الشعب عشان يحافظ على صحته؟ للاسف ما فيش. وزيره البيئه قلبت الدنيا على موضوع الفحم، استخدام الفحم، الفحم هو الحل؟ لا، الفحم هيكون عندنا كمان مشكله اكبر، والبلد مش ناقصه. بص يعني مش ناقصه كمان البيئه تبوظ في البلد. أحمد موسى بيقول حاجة صح، أحمد موسى بيقول حاجة صح. أحمد موسى. أحمد تعبي معاك ما راحش هدر يا أحمد، ده آخر تعبي. أنا عارف إن أنا كنت بقصو عليك بس ده من قلب الأب الحنين. طف لاف يا أحمد، معلش طف لاف طف لاف. سقف لأحمد موسى يا جماعة. لا بجد ثانية واحدة، طب لما انت تعمل كده انا اعمل ايه؟ يعني استنى ولا اقول حاح ولا اعمل ايه بالظبط؟ لا لا انا عرفت انا هعمل ايه. بص انا هاخد منك يا احمد وهعمل جايزة احمد موسى للاعلام التائب. اي حد يتراجع عن مواقفه السوداء هنديله الجايزة. بمناسبة السواد، هل الفحم نظيف ولا مش نظيف؟ الفحم نظيف، بقول للدنيا كلها الفحم أنظف من الصيني بعد غسيله. الفحم نظيف.
نظيف نظيف. فوق وفوق 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 وفوق. تاني 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 تاني. أنا بحب التاتش الدرامي بتاع حضرتك ده قوي، يعني ممكن يا ريت تعمل لنا الأداء بس نعلي نعلي في الرومانسية أكتر. اسمع. إذا الفحم نظيف. أنا بس عايز أقول لك عليه، في حاجة بقى اسمها تكنولوجيا الفحم النظيف. كلين كول تكنولوجي. كلين كول تكنولوجي. سي سي تي، وإحنا بقى عندنا سي سي دي. ومسخا من سي سي تي الا سي سي دي. طب حضرتك في حاجه يعني تحب تضيفها؟ يعني جو النشطاء والمعترضين على الفحم ده ايه رايكم فيه؟ في مجموعات من من الجمعيات المدنيه، في اللي مسمي نفسه مصريون ضد الفحم، في ناس انا دخلت على الموقع لقيت مليان خرافات، خرافات فعلا. طب للتحدث عن الخرافات اكتر معنا استاذ احمد ادروبي من مصريون ضد الفحم، اهلا بيك. مبدئيا زي ما انت شايف حضرتك انتوا مصريين ضد الفحم، انتوا مليانين خرافات. انا عايز اسال من الاول كده، ده انت معاك بقى برشام؟ معايا برشام. طيب ليه اسمع لك؟ يعني ليه اسمع لواحد عمال يقول يعني ايه وضعك في البيئه؟ معلش انا واحد بقالي 9 سنين شغال في مجال البيئه، في مجال حمايه البيئه، حاليا بشتغل في جمعيه المحافظه على البيئه بالبحر الاحمر، واشتغلت قبل كده في مؤسسات عالميه بتهدف لحمايه البيئه. مؤسسة عالم عميل يعني؟ طيب مش قوي. تمام. وفي ايه تخصصك اساسا؟ انا دارس احياء متخصص علوم بحار. ايه علاقه ده بالبيئه حضرتك؟ ايه علاقه اللي انت بتعمله بالطب؟ لا ده انت جاي تخبط ده. ليه الغلط ده يا باشا؟ ليه الغلط ده يا باشا؟ ده بقى خبير. اوكي ماشي. طيب بص، انا هنا محضر لك شويه اسئله، انا دخلت على جوجل ودخلت على بعض الويكيبيديا وبتاع، وانا بصراحه جاي افهمك. ماشي. فبقول لك انا دلوقتي لقيت ان الصين وامريكا اللي هم من اكتر دول صناعيه في العالم، ب 70% من مصدر الطاقه بتاعتهم من الصين، 70% من الفحم، مظبوط، و 42% 43% من مصدر الطاقه في امريكا من الفحم، مظبوط. طب اهو خلاص شكرا. في فرق كبير بس بين بين مصر ايوه واوروبا وامريكا والصين. ايوه دي دول عندها فحم ومصر ما عندهاش فحم. امريكا والصين احتياطهم من الفحم قد ايه على العالم يعني؟ امريكا اكبر احتياطي فحم في العالم. اوكي. وبرغم ذلك بيحاولوا يقللوا الفحم. النهارده عندهم 42% من طاقتهم جايه من الفحم، في 2030 هتبقى اقل من 32% من طاقتهم جايه من الفحم. الصين الناحيه الثانيه اللي هي اكتر دوله ملوثه وملوثه بتحاول برضو تقلل الفحم. السنه اللي فاتت في اكبر 3 مقاطعات في الصين منعوا إنشاء أي محطات كهرباء بتعمل بالفحم، وحاطين هدف 2017 إن هم يقللوا نسبة اعتمادهم على الفحم من 70% ل 65%، عشان شافوا الأضرار الحقيقية من الفحم، شافوا الأثار على الصحة، شافوا السرطان الرئوي، شافوا الربو عند الأطفال، شافوا. بيكلف الكلام ده مثلا أمريكا حاجة زي قد إيه؟ ده بيكلف أمريكا في دراسة طلعتها جامعة هارفارد السنة اللي فاتت، بتقدر الأضرار البيئية والصحية من الفحم ما بين 330 و 550 مليار دولار سنوياً. فكة يا باشا. طب دراسة جهاز شؤون البيئة في مصر قدرت أن أضرار الفحم على الصحة هتبقى حوالي 3.2 مليار دولار سنوياً. أكتر من الفلوس هندفعها الفحم. أكتر من الفلوس هندفعها الفحم. أنت كده أنت كده. 75% من ميزانية وزارة الصحة. أنت كده أفهمتني. طب ثانية واحدة، مصريون ضد الفحم 1، باسم يوسف 0. اوكي طيب. طب انا هفهمك بالتانية. طب بص سيبك، مش مشكلة نموت من الفحم، بس احنا عايزين نحل المشكلة الصيف الجاي، التكييف ده جاي وفورمة الساحل، واحنا محتاجين كهرباء، فأنا محتاج فحم. الفحم مش هيحل أزمة الكهرباء. لو النهاردة قررنا نبني محطة كهرباء بتشتغل بالفحم، الموضوع ما بال ما نصممها ونبنيها وتشتغل هياخد 5 سنين. ده لو يعني المقاول ما غشش في حاجه او ما تاخرش في حاجه والموضوع مشي في اسرع وقت. ازمه الغاز اللي احنا فيها عندنا النهارده هتتحل
2017 2018 بالكتير. مصر غنية بالغاز. انا ما دخليش غاز لغاية دلوقتي، احكي لي اكتر فعلا يعني المشكلة الغاز دي، يعني الوقت اللي احنا هنحتاجه علشان ان احنا ندخل الفحم في الصناعة اللي المفروض موجود في الدول الامريكا والصين دي من عشرات السنين، لما يخلص الكلام ده هو المفروض ان الغاز يكون هو غطى احتياجاتنا. بالظبط. احنا لو ابتدينا النهارده عشان نبني ونجهز عشان ندخل الفحم هنصرف مليارات، والموضوع هياخد على الاقل سنتين ونص ثلاثه عشان يخش لصناعه الاسمنت اللي هي اكتر ناس بتطالب بالفحم. طب صناعه الاسمنت معامل يقول لك كلين كول انرجي وكلين كول تكنولوجي والفحم النظيف وما عندهم معايير عالميه ان هم يعملوا الكلام ده، ايه يا باشا في ايه؟ هتقدر تضربني ولا ايه؟ اتفضل اتفضل يا ناسف. طب انت بتهزر يا باسم، انت دكتور برضو. انا بهزر. اه اتفضل. كلين كول تكنولوجي. خليني احكي لك قصه. ايوه. في حمله لتزييف الوعي شغاله. تمام. والحمله دي اشتغلت في بلاد كتير في اوقات كتير. خلينا نرجع لسنة 1953 يا باشا، ده انت وقت البرنامج بس. طيب. يعني هنروح نرجع طيب. بسرعة. 53 ايه اللي حصل في 53؟ في اوائل الخمسينات في ابحاث كتيرة تمت في الولايات المتحدة اظهرت ان السجاير بتجيب سرطان، ودكاترة كتير وباحثين كتير بدأوا ينشروا النتائج دي. فصناعة السجاير خافت، فراحوا جابوا شركة علاقات عامة. الشركة دي جابت كم طبيب وكم عالم وطلعوهم في الإعلام وقعدوا يكلموا على قد إيه السجاير مفيدة للصحة. اشرب سيجار بتكح، عايز تتعالج اشرب سيجارة، دخن بلا خوف، دي ده كان شعار الحملة بتاعتهم. شركة العلاقات العامة دي هي اللي جايبها صناعة الأسمنت في مصر عشان تروج لاستخدام الفحم، وجايبة خبراء كتير منورين شاشات الفضائيات صباح وليل. ثانية واحدة، يعني نفس شركة العلاقات العامة اللي كان بتقطع ناس 53 السجاير كويسة، وهي نفسها اللي بتقول للناس دلوقتي ان الفحم كويس وكلين كول تكنولوجي وكلام من ده وبتاع. ولغاية النهاردة معلومة 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 قوية جدا، لغاية النهاردة بيترفعوا عليهم قضايا في الولايات المتحدة. طيب هل بيخش، يعني هل بيخش لنا فحم؟ هل مثلا بيخش فحم بالطريق صح بطريقة مهربة ازاي يعني؟ انا في صور اديتها للاعداد قبل ما اخش. الاعداد عنده الصور؟ ما عندوش حاجه. لا عندهم في شهر 11 اللي فات، برغم ان ما كانش في اي موافقه لدخول واستخدام الفحم في صناعه الاسمنت في مصر، في شركه عالميه محترمه. ممكن الصور اللي فاتت دي ممكن تقولها لي تاني؟ الصور اللي فاتت ده ايه؟ ده الفحم في ميناء الدخيله في اسكندريه. ده كده هو قاعد كده والغبار بيطلع منه كده. شايف الأتربة المتطايرة دي؟ هي اللي بتخش على الصدر، هي بتخش على الرئة، وهي اللي بتعمل ربو، هي اللي بتعمل تحجر رئوي، هي اللي بتعمل سرطان. طب يمكن هي بتتخزن بطريقة أحسن؟ يعني في صورة مع ده فعليا اللي وصل في مصر. لما الأهالي اشتكوا اللي ساكنين جنب المينا، في صورة تانية بتوضح الحل اللي المين عملته. ده العمارات وده الفحم كده عادي. شايف الستاره دي؟ اه ده عادي، ده الستاره. هو ده الحل. ده حاجه جميله جدا. انت متفائل جدا. طيب صناعه الاسمنت في مصر بتاخد غاز ببلاش تقريبا، كهرباء برخص تراب، كهرباء مدعومه، المواد الخام بياخدوها من على ارض المصنع، وبيبيعوا لنا اسمنت بالاسعار العالميه. يعني بياخدوا الكهرباء ارخص ما احنا بناخد، وبيبيعوا لنا الكهرباء الاسمنت باسعار عالميه، وفي نفس الوقت غير متطابقين للمعايير المصريه اللي اضعف بكتير من المعايير الاوروبيه. يمكن يصلحوا غلطتهم في الفحم؟ طيب رايك كده؟ يظبطوا امورهم دلوقتي من غير فحم وبعدين نبقى نتكلم على الفحم. طيب بص انا هقول لك حاجه، يعني اعذرني، احنا بدل ما نطلع من نخبط وكلام ده ومفيش فحم، طب اديني حل. الحكومه فكرت في حل وقالت لك يلا نجيب فحم. الحلول موجوده كتير. تمام. خلينا نبص على صناعه الاسمنت في الدول المتقدمه زي ما بنسميها. تعال نبص على المانيا اللي دايما بيستعملوها كنموذج. المانيا 61% من الطاقه المستخدمه في صناعه الاسمنت فيها من المخلفات، مخلفات مدن، زباله يعني. زباله ده حل زباله جدا. تمام. مخلفات زراعيه،
ومخلفات صرف صحي. احنا ممكن نبعت لهم ايمن علشان هو ايمن ممكن يحل مشكله الاسمنت طاقه الاسمنت. يعني انت دلوقتي بتقول ان اكتر من نص الطاقه اللي بتستخدم في الاسمنت بتبقى زباله ومخلفات زي، واحنا ما عندناش اكتر يعني اكتر من ده يعني. ما عندناش احنا غالبا لو حولنا للزباله هنستورد زباله من الصين، ما احنا دايما هنعمل كده. المانيا استوردت زباله من هولندا وهي عندها خامس اكبر احتياطي فحم في العالم، احسن ما تطلع الفحم اللي عندها في الارض وتحرقه راحت جابت مخلفات من دوله ثانيه. يعني احنا عندنا غاز في 2018 عن وده نفس الوقت اللي هيتاخد عشان الفحم، عندنا مخلفات، عندنا ايمن، عندنا ايمن خلاص، ومع ذلك احنا بنروح الفحم وعايزين نجيبه دلوقتي وننشئ صناعه العالم كله بيتخلص منها دلوقتي. احنا النهارده لو قارنا بين 2008 و2013 هنلاقي سعر توليد الكهرباء من الفحم زاد 13%. لو بصينا على الطاقة الشمسية، توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، سعر التوليد قل 80%. وكل ما نخش في الصناعة دي بدري كل ما هنقدر احنا نتطور الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية بس لو دخلنا صناعة الفحم احنا خلاص لبسنا، احنا لبسنا بقى بنية تحتية وناس قاعدة بنية تحتية، هنعمق مواني، هنبني أرصفة جديدة، هنبني سكة حديد، هنغير مصانع، هنصرف مليارات. لو صرفناها هنقعد غصب عننا 50 سنة بنستورد فحم، والطاقة المتجددة مش هتعرف تنافس الفحم عشان السعر الحقيقي للفحم مش بيدفعه اللي هيحرقه، مش هيدفعه المصنع اللي هيحرقه، هندفعه احنا كمصريين بصحتنا وبيئتنا ومستقبلنا. انا يعني انا اشكرك جدا على الموضوع ده هوت. انا بس انا عايز اقول حاجة، البلد دي ما عادش فيها حاجات يعني كهرباء بتروح والميه الله اعلم صد النهضه هيحجز امتى، ما فاضلش للهواء. فانا شايف ان هو بعد الهزار والتهديد والكلام من ده ان ما يصحش ان الحاجه الوحيده اللي فاضله اللي احنا بنعافر فيها هي كمان تروح. يعني انا انت وريتني صوره لخريطه مصانع الاسمنت في مصر، انا كنت فاكر عندنا مصنعين ثلاثه، ده 22 مصنع. دي ده توزيعهم، توزيعهم ده عادي كده هو ده على النيل وكلام، في مصنعين هناك ممكن يودوهم فحم يقتلوا بيه الارهابيين عادي خالص. دول في سينا. ده يعني ده توزيع، ده في مناطقنا السكنيه. انا على فكره انا لما انا كنت يعني ضرر الفحم مش بس في حرقه، في نقله كمان. احنا شفنا كان متخزن ازاي في مينا الدخيله، لما يتنقل في عربيات نقل في الفتره الاولانيه زي ما بنشوف كل حاجه ثانيه بتتنقل في عربيات نقل، ده وباء على مصر. انا هقول لك حاجه، انا لما انا كنت في الطب انت احنا لما كنا بناخد هيستوري من العيان كان العيان يقول لنا انا من شبرا او المعصره او حلوان، كنا نعرف على طول هو عنده ايه من غير حاجه، يقول لك انا عندي كحه، الراجل ده هو بتعمل له اشعه خلاص. احنا عندنا اماكن في مصر فعلا الموضوع ده هو بقى وبائي، واحنا مش ناقصين كمان ان مش الناس اللي بقى مش ساكنه جنب الموضوع دوت ان العالم ان مصر كلها ان هي تاخد المصيبه اللي جايه ديت. في هاشتاج شغال على الانترنت على تويتر اسمه اوقف الفحم. الهاشتاج ده اتمنى ان هو ينتشر لان هو ما يصحش ان كمان الحاجه الوحيده اللي فاضله من الهواء اللي بننفذه كمان ان هو يجي علينا بخساره. انا اشكرك جدا استاذ احمد دروبي، شكرا جدا. يا راح فين؟ راح فين؟ خلاص بس هاني الفقره عشان الفقره الثالثه. انتظرونا في الفقره الثالثه بعد الفاصل. شكرا جزيلا لكم.